أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها العلماء والدعاة والمشايخ، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أيها المسلمون، أيها المحبون لقضية الأقصى المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتهز هذه الفرصة لأنقل لكم سلام المسلمين في البوسنة والهرسك، وسلام العلماء في البوسنة والهرسك، وعلى رأسهم رئيس العلماء دكتور حسين كافازوفيتش. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أقول أن قضية الأقصى قضية المسلمين جميعاً، قضية الأمة، وأن قضية الأقصى معروفة عند مسلمي البلقان ومسلمي البوسنة والهرسك ومسلمي أوروبا كلها. أيضاً أريد أن أذكركم أيها الإخوة بقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأرى أن هذه الآية مهمة جداً لوصف حالنا، لوصف وضعنا الحالي في البوسنة والهرسك وفي تركيا وفي الأقصى وفي العالم كله. إذا سئل أحدنا هل نحن راضين بوضع المسلمين في العالم كله، طبعاً الرد أننا لسنا راضين. طبعاً أين الحل؟ الحل في هذه الآية القرآنية: علينا أن نغير أنفسنا، علينا أن نرجع إلى ديننا، علينا أن نلتزم بأمور الإسلام، أن نلتزم بالقرآن والسنة، فحينئذ يمكننا أن نتوقع الخير، ويمكننا أن نتوقع الإصلاح، ويمكننا أن نتوقع تحرير الأقصى المبارك. نسأل الله تعالى أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن، اللهم آمين. وأيضا كلمة أخيرة بالنسبة لخبرتنا في البوسنة والهرسك. طبعا أنتم كلكم تعرفون عما حدث في البوسنة قبل ما يقرب من 30 سنة، خبرة سيئة جدا. أعداء الإسلام أرادوا أن يبيدونا، أرادوا أن لا تكون دولة بوسنة مع الأغلبية فيها وهم المسلمون. وماذا حدث؟ لو كنا متفرقين لا ذابت البوسنة ولا ذاب المسلمون من البوسنة والهرسك، لكن كنا موحدين. فلذلك العبرة الكبيرة من خبرة البوسنة أيها الإخوة والأخوات هي أن نكون متحدين، أن نعمل معا، وليس أن نعمل بعضنا ضد بعض. وإن شاء الله مع عون الله تعالى ومع التوكل على الله تعالى والالتزام بشريعة الله تعالى، إن شاء الله سيأتي النصر لكل المسلمين في العالم. نسأل الله تعالى أن يحدث هذا في وقت قريب. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.